نجمة وعليها الكلام. مدرسة عبد الرحمن نحكيه على مدرسة ابتدائية بصفة خاصة. أنا مبابي نعرف من عندك، عندي أنا ولدي في تحضيري، نجم يجي بحذيكم وإلا لا ولا نسمي التحضيري؟ ما زلنا أنكور التحضيري، وبدينا من سنة أولى حتى لسنة سادسة. من سنة الأولى احنا سنة خذينا تحضيري حتى لسنة سادسة، وبعدها فما كلكو موديفيكاسيون في اللوكال باش نولي وناخذوا تحضيري اون بون فوا بور توت. ومن سنة أولى حتى لسنة سادسة خدمنا سنة ووليداتنا نجحوا الحمد لله. الحمد لله ويا ربي لك الحمد. بالنسبة للسنة لا، بالنسبة لأول عام خذيناهم الكل قبلناهم وخدمنا معاهم أول سمستر، حطيناهم سور لي راي على كيما نقولوا احنا فهمناهم، عملنا البيلان تاعهم فهمناهم، حطيناهم السكة، وبعد خدمنا معاهم بالطريقة المدرسة والميثود الجديدة اللي طلعنا بها واللي تميزنا بها. احنا خذينا صغير التونسي من مجتمع من لي زاتونت وقت السمانة، كنت تذكرش فاطمة العمناه والسمانة لي زاتونت نتاع لي بارون، فهمناهم وخذينا صغير في محيطه في تونس وخدمنا لوبجيكتيف والسونتر دانتيغي نتاعنا هو الصغير واضح اون بروميير ليو وخدمنا عليه. دونك الصغير هذايا اول حاجه تنميها فيه وتخدم عليه هي لا كونفيونس، ثقته في نفسه وثقته في المدرسه وسونتيمون داتاشما. توا بالعكس وحتى الصغار توا قاعدين ما شاء الله ينشطوا راجين في الكلوب دي تي، وكيما عودتكم عبد الرحمن عنده مانيتا باكيج سبيسيال في الـ في الـ في الـ في الـ في الكلوب دي تي وفي لي كور دي تي نتاعها. دونك بالحق حاجه اوريجينال على الاخر، ومانيتها لمسناها من التفاعل نتاع الصغار والزياده نتاع ليفيكتيف جوغ ابخي لوتر. يا ربي ولك الحمد، ديما نخليو حاجه خاصه بعبد الرحمن، ناخذوا ريسك نجربوها أي. والحمد لله لي روتور يكونوا بوزيتيف. يا ربي ولك نجم تدخل تعمل طلع على الباج فيسبوك، تكتب ايكول بريمير بريفي عبد الرحمن وتلقى اللوغو نتاعنا، وتدخل تشوف لي زكتيفيتي ولي زيفينمون. ما شاء الله لي روتور كيف يسالوا قلنا انتم ما عندكم عام اللي حليتوا شاملتوا لي زيفينمون هذوما الكل ولي زكتيفيتي هذوما الكل، بسم الله ما شاء الله أي. والا ينجم يكلمنا على الدو نيميرو 53 517 696، والا 54 009 001، وإلا يجي على عين المكان. هو دو توت لي مانيير لازمو باش يجي باش يشوف ليكول باش يشوف المحل. شنو يختلف عبد الرحمن بارابور زوتر ايكول اللي زاد نشهت بارمي من نجم نقول باش ما نكونش فوالا ما نبالغش برشا اللي مانيتها لي زيكول اي طبقت البرنامج الرسمي على لتر وزادت له بلوس نتاعها. احنا حاربنا هاليتود هذيا والخدمه لبرا، علاش الصغير الي ايبانوي ولي بارون سون تري ساتيسفي؟ يقول لك خاطر خدمنا نشحوا ولادنا افيك لو مينيموم دو ستريس افيك لو مينيموم دو دوفوار على ميزون، الواجبات في المنزل نقصت برشا ولابيل للايتود اي انقص واضح. هو كلام مش باش يعجب برشا ناس من فوالا زملائك تولا في اما كومي كيف نخدم الولي شويه ونراوي ربي فيه ونخدموا الصغير شويه، سورتو الصغير ما نحرقولوش مخو باللي زيتود وبالخدمه وباللي زاكتيفيتي اللي هي اتوري اترافير حاجه تري بيان ايتودي توصل للهدف اللي حشنا فيه والوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا. كان نحبوا نجيبوا صغارنا للمدرسه الصيفيه بالضبط. المدرسه هذه من وقتاش لوقتاش وشنو الحاجات اللي نقاوموا فيها؟ بديت لو 9 جويي بدينا في الانسكريبسيون متواصله حتى لو 15 حتى نبداو باش في البروغرام القراي وباش يكملوا لي كلوب هذوما راهو على طول، خاطر هي الانشطه الثقافيه من اللي احنا حكينا عليها عامله وديجا الوزاره خذت فيها ديسيزيون سنه نقصت من سوايع نتاع التعليم وكثرت في الانشطه الثقافيه. دونك لقينا صديق الحمد لله فوالا مانيتها مش من تم الصدفه ولا حاجه، مي الحمد لله يا ربي كانت عندنا فيزيون اتحققت يا ربي ولك الحمد. نحب نوجه تحيه لمدام ماهي عيات اللي ساهمت بقدر كبير في إنجاح السنة الدراسية بتفهمها وصبرها وتكوينها للستاف الجديد اللي شفناه. أحمد جليتي إذن مدير مدرسة عبد الرحمن الخاصة. المدرسة بصراحة يعني كانت مطبق كل البرامج الرسمية سوى التعامل مع كل التفقديات والمندوبية، ثم تضيف هي الحاجة الزايدة عندها اللي هي يعني شوية الأنشطة الموجودة في النوادي، والنوادي هذه كانت مدروسة يعني وقت فراغ التلميذ يلقى فين كالديتونت هذيك ويلقى الوزير باش كي يرجع للدروس يلقى يعني فرص أخرى ويلقى نشاط. فكانت عشية الأربعاء وعشية
الجمعة وكذلك يوم السبت يعني اللي نجم يرجع لكل. فبصراحة يعني كانت فيها أنشطة ممتعة كل، وثم النتائج كانت مقبولة في الجملة. Je suis très satisfaite de l'école Abderrahmane en tant que maman d'un petit garçon de 7 ans. Il a fait d'énormes progrès. L'école entoure très bien les enfants. Il respecte le rythme de l'enfant. Mon fils a fait énormément de progrès depuis qu'il va à l'école Abderrahmane. Il ne savait pas parler la langue arabe lorsqu'il est entré au mois de septembre et actuellement il parle maintenant l'arabe, il sait écrire l'arabe, il a fait d'énormes progrès. نجمة وعليها الكلام.